الخارجية الأمريكية تدعو لمناقشة توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت إدارة واحدة. المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يقر بأن تفكيك حركة حماس يتطلب وقتا طويلا، ويؤكد الاستمرار في استهداف قادة الحركة. البنتاغون يقر بتنفيذ الضربة التي أسفرت عن مقتل قادة من حركة النجباء في العراق، ويقول إنها دفاع عن النفس. السودان يستدعي سفيره من نيروبي احتجاجا على لقاء الرئيس الكيني وقائد الدعم السريع حمدان دقلو. أسعد الله صباحكم مشاهدينا، وأهلا بكم في هذه النشرة. إذ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إنه ينبغي مناقشة نموذج إدارة من شأنه توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت إدارة واحدة في المستقبل. وأوضح ميلر في مؤتمر صحفي أن بلاده ستناقش الحاجة إلى إدارة توحد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت قيادة فلسطينية، وامتنع ميلر عن تقديم مزيد من التفاصيل حول هذا المقترح، مكتفيا بالقول إنه يجب إجراء المناقشات حول هذا الأمر في اجتماعات دبلوماسية خاصة. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت قد قال إنه لن يكون هناك أي تواجد مدني إسرائيلي في قطاع غزة بعد الحرب، وستكون الهيئات الفلسطينية هي المسؤولة طالما لم تكن هناك أي أعمال عدائية ضد إسرائيل. وأكد جالانت أن إسرائيل لن تسمح بأن تسيطر حماس على غزة، وستحتفظ بالحرية في العمليات داخل القطاع. جالانت كشف أن قواته تعيد تنظيم صفوفها شمالي قطاع غزة بهدف تنفيذ ضربات جوية قريبة. وأضاف خلال جولته على حدود غزة أنه يتعين على مقاتلي حماس ألا ينتظروا مغادرة الجيش الإسرائيلي للقطاع في أي وقت قريب. وزير الدفاع الإسرائيلي أكد أن قواته تواصل عملياتها البرية والجوية لتدمير البنى التحتية المركزية لحركة حماس، بما فيها المواقع التي استخدمتها الحركة لتصنيع صواريخها. قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدروعي إن تفكيك حركة حماس عسكريا وسياسيا يتطلب وقتا. وأضاف أدروعي في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي أن القوات الإسرائيلية تتقدم في عملية تفكيك حماس بما يتضمن استهداف قادتها وكوادرها وبنيتها العسكرية، موضحا بأن المعارك في حيي التفاح والدرج في مدينة غزة شارفت على الانتهاء، مشيرا إلى أن القتال بلغ ذروته في البريج حيث وصل الجيش إلى معاقل لحركة حماس. وعن المعارك في جنوب القطاع قال أدروعي إن التقدم مستمر في منطقة خان يونس للوصول إلى مزيد من مواقع حماس فوق الأرض وتحتها. وقال أدروعي إن 5 من جنود الجيش الإسرائيلي أصيبوا بجروح بالغة في اشتباكات دارت أمس، لكنه لم يكشف عن موقعها.
قالت القناة الثانية عشر العبرية إن الجيش الإسرائيلي بدأ بالتحقيق في أحداث 7 أكتوبر الماضي. وقالت القناة إن الجيش قرر بعد 90 يوما من الأحداث التي وقعت في أكتوبر الماضي أن يحقق بالأسباب التي أدت إلى حصولها. وأضافت أنه تقرر تشكيل لجان تحقيق تتضمن رئيس الأركان السابق شاول موفاز والرئيس السابق لوكالة الأمن القومي زائفي بركاش والقائد السابق لقيادة الجيش الجنوبية سامي ترجمان. ويتعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لحملة انتقادات واسعة في الأوساط الإسرائيلية جراء فشل التنبؤ المسبق بالهجوم الذي شنه مقاتلو حماس. وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل 6 أشخاص في قصف إسرائيلي على منزل في رفح جنوب قطاع غزة. وقال الدفاع المدني الفلسطيني على صفحته على فيسبوك إن أطقمه تمكنت من انتشار عدد من القتلى والجرحى جراء استهداف الطيران الإسرائيلي للمنزل الواقع وسط رفح. أكد مصدر أمني للحدث أن الجيش الإسرائيلي قطع الطريق مجددا في صلاح الدين وسط قطاع غزة بعد عملية الانسحاب من شمال القطاع. وأفاد المصدر للحدث بأن الجيش الإسرائيلي سمح للعائلات بالنزوح من مدينة غزة إلى جنوبها عبر محور الرشيد كورنيش البحر وسط تفتيش وتدقيق بهوياتهم. قتل فلسطيني وأصيب 7 آخرون برصاص جنود إسرائيليين خلال عملية اقتحام نفذتها قوة من الجيش الإسرائيلي في بلدة ريما شمال غربي رام الله في الضفة الغربية. وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن القوات الإسرائيلية اعتقلت عددا من الشبان بعد حملات تفتيش، فيما اقتحمت قوات أخرى مناطق حلحول ويطا في الخليل وبلدة عزون شرق قلقيلية. منوف منوف وينش؟ افتح كاميرا شوف 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 هيوم هيوم على الدوار 3 شباب هاي جبت انزلولهم أعلنت محكمة العدل الدولية أنها ستعقد جلستي استماع علنيتين في مقر المحكمة في لاهاي بهولندا بخصوص الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل حول الوضع في قطاع غزة. وتقدمت جنوب أفريقيا بطلب من المحكمة لإقامة دعوى ضد إسرائيل تتهمها فيها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية بعد مقتل آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة. قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون في بيان إن قواتها نفذت ضربة للدفاع عن النفس في العراق أمس الخميس، موضحا أن الضربة أسفرت عن مقتل أبو تقوى السعيدي القيادي بحركة النجباء وعضو آخر بالحركة المدعومة من إيران والتي تعمل في كل من العراق وسوريا. وأضاف البيان أن أبو تقوى شارك في التخطيط لهجمات على أفراد من الجيش الأمريكي وتنفيذها. ونقل البيان عن المتحدث باسم البنتاغون باتريك ريدر قوله إن الضربة نفذت للدفاع عن النفس وأنه لم يتم استهداف بنية تحتية أو منشآت.
وأعلنت حركة النجباء العراقية والحشد الشعبي مقتل السعيدي معاون قائد عمليات حزام بغداد في الحشد ومرافقه في قصف أمريكي أمس. وقالت هيئة الحشد الشعبي إن استهداف مقر تابع لها في العاصمة بغداد بطائرة مسيرة يمثل تصعيدا متعمدا وخطيرا ينتهك السيادة العراقية. بدوره قال مسؤول أمريكي إن الجيش الأمريكي نفذ الضربة ضد القيادي في حركة النجباء الذي تتهمه واشنطن بالمسؤولية عن هجمات ضد قوات بلاده في العراق. دانت الرئاسة العراقية الهجوم المسير الذي استهدف مقر الحشد الشعبي في بغداد ووصفته بالعدوان. الرئاسة العراقية في بيان لها اعتبرت الهجوم انتهاكا صريحا للعلاقات مع قوات التحالف الدولي ومخالفة للأطر التي وجد من أجلها التحالف. قالت فصائل عراقية مسلحة إنها استهدفت الخميس القاعدة الأمريكية في مخيم الركبان في جنوب سوريا بالطيران المسير. إلى ذلك أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن طائرات مسيرة شنت هجوما على معسكر للتدريب قرب قاعدة التنف التي تضم قوات أمريكية في سوريا والواقع عند مثلث الحدود السورية العراقية الأردنية. الاستهدافات كانت مكثفة مساء اليوم سواء لحق العمر الذي هو أكبر قاعدة أمريكية داخل الأراضي السورية أو لحقل تدريب حقيقة الأمر في قاعدة التنف والتي هي أكبر قاعدة استخبارات أمريكية غربية في الأراضي السورية. الاستهدافات كانت مساء اليوم في حقل العمر بشكل قطعي. هناك إصابات وقعت نتيجة الاستهداف من مسيرات وليست مسيرة واحدة على حقل العمر الذي القاعدة الأمريكية حقيقة الأمر في حقل العمر، بالإضافة لمعلومات عن إصابات في الاستهداف الذي كان على قاعدة التنف في المثلث الحدودي الأردني السوري العراقي، أي أن هناك تكثيف واضح للاستهدافات بالمسيرات من قبل ما تعرف بالمقاومة الإسلامية في العراق، أو تحديدا أعتقد النجباء التي هي تعمل تحت هذا الاسم وحزب الله العراقي الذين هم يستهدفون القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية. وشاهدنا اليوم قتل أحد قياديي لحركة النجباء في العراق. أعتقد بأن الهجمات هي ليس ردا على غزة فقط بل ردا على مقتل هذا القائد العراقي باستهداف من مسيرة أمريكية. عملية اغتيال في العراق وأخرى في لبنان وانفجارين في كرمان في إيران تبنتهما داعش. هجمات تهدد بجعل الشرق الأوسط والولايات المتحدة أقرب إلى شفا حرب إقليمية تقول صحيفة نيويورك تايمز. التفاصيل في التقارير.
توسع الحرب في غزة لتصبح صراعاً يجتاح الشرق الأوسط هو آخر ما تريده الولايات المتحدة، لكن الهجمات النوعية الأخيرة في لبنان وإيران والعراق تنذر بحصول ما تحاول إدارة بايدن تجنبه منذ هجوم 7 أكتوبر. عملياً وبحسب صحيفة نيويورك تايمز لم تكن البداية من هذه الهجمات بل من الممر المائي الذي تدور فيه عمليات تهدد الأرواح والاقتصاد العالمي وتدفق التجارة كما جاء في البيان الأمريكي. بالرغم من ذلك لم يصل التحذير أبداً إلى حد التهديد بشن ضربات عسكرية على قواعد الحوثيين إلا مع إعلان إيران إرسال تعزيزات من السفن الحربية إلى البحر الأحمر. جبهة أخرى بدت أكثر اشتعالاً بمقتل صالح العاروري أبرز قادة حماس في ضاحية بيروت الجنوبية معقل حزب الله، عملية تخشى الولايات المتحدة أن يرد عليها حزب الله. وفي كرمان بإيران ظلت الظروف المحيطة بالانفجارين المتتاليين مع ذكرى اغتيال قاسم سليماني أكثر غموضاً، أصابع الاتهام وجهت لإسرائيل قبل أن يتبنى تنظيم داعش مسؤولية الهجومين الانتحاريين. واليوم جاء الرد الذي قالت مصادر إنه أمريكي على 118 هجوماً شنته فصائل مدعومة من إيران على قوات أمريكية متمركزة في العراق وسوريا، حيث استهدفت مسيرة مسؤولاً عسكرياً كبيراً في ميليشيا النجباء في مقر للحشد الشعبي ببغداد، عمليات نوعية ترفع من المخاوف بإمكانية توسع الحرب في المنطقة رغم محاولات الاحتواء. قال قائد الأسطول 5 الأمريكي الأدميرال براد كوبر إن قارباً حوثياً مسيراً انفجر في البحر الأحمر أمس على بعد أميال من الأسطول الأمريكي. وفي السياق نفسه أكد كوبر عدم وجود جنود من مشاة البحرية الأمريكية على السفن التجارية لتوفير الأمن في البحر الأحمر في هذا الوقت. هذا وكشفت مصادر الحدث عن مشاورات أمريكية أوروبية مرتقبة حول تشكيل قوة بحرية أوروبية للمساهمة في حماية حرية الملاحة البحرية من هجمات ميليشيا الحوثي قبالة سواحل اليمن الغربية. المصادر قالت إن المشاورات التي تبدأ رسميا الأسبوع المقبل ستنظر في إمكانية التنسيق بين المهام الأوروبية وأساطيل المهام الأخرى في منطقة جنوب البحر الأحمر ومنها الأسطول الأمريكي، كما ستبحث المشاورات الأوروبية المرتقبة إمكانية التنسيق بين مهمة أتلانتا الأوروبية العاملة منذ عام 2008 قبالة مياه الصومال والقرن الإفريقي والمهمة البحرية الأوروبية الأمريكية المزمعة.
استدعى السودان سفيره لدى كينيا احتجاجا على لقاء الرئيس الكيني ويليام روتو بقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دجلو. وأكدت وزارة الخارجية السودانية في بيان أن التشاور مع السفير سيغطي كل الاحتمالات لما آلت إليه العلاقات بين البلدين. ووصف البيان كينيا بأنها متآمرة مع القوى الإقليمية المعادية ضد السودان وتدعمها منذ اندلاع الحرب. أجرى قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دجلو مباحثات مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا. وأكد رامافوزا دعمه للحوار الوشيك المباشر بين البرهان وحمدتي والتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الراهنة ووقف لإطلاق النار. وتعد زيارة حمدتي الحالية لجنوب أفريقيا هي الخامسة ضمن جولته الإفريقية والتي شملت سابقا أوغندا وأثيوبيا وجيبوتي وكينيا. حث رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية في السودان تقدم عبد الله حمدوك قائد الجيش عبد الفتاح البرهان على قبول طلب الاجتماع المباشر مع تقدم واغتنام فرصة إيقاف الحرب التي تم التعبير عنها في إعلان أديس أبابا الموقع بين التنسيقية والدعم السريع. حمدوك وفي منشور على منصة إكس أكد أن قوات الدعم السريع أبدت استعدادها التام لوقف غير مشروط للنار عبر تفاوض مباشر مع الجيش، مشددا على وجوب عدم إضاعة فرصة السلام تلك. أعلنت منظمة الهجرة الدولية أن عدد النازحين واللاجئين في السودان جراء القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل الماضي ارتفع إلى أكثر من 7.5 مليون شخص. وأفادت المنظمة الدولية في تقرير لها أن القتال المستمر تسبب في نزوح 5,945,000 داخليا، كما تسبب في لجوء 1,550,000 شخص إلى الدول المجاورة على رأسها مصر وليبيا وتشاد وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان وإثيوبيا. وأشارت المنظمة الدولية إلى تواصل الصعوبات في توزيع المساعدات الإنسانية في البلاد بسبب استمرار انعدام الأمن وعدم استقرار شبكات الاتصال وارتفاع أسعار السلع الغذائية. كشف عميد بلدية مازدا الطاهر الماشي عن وصوله برفقة 22 عميد بلدية آخرين من المنطقة الغربية إلى مدينة بنغازي لإعلان انفصالهم بشكل رسمي عن حكومة الدبيبة وانضمامهم ببلدياتهم بشكل رسمي إلى وزارة الحكم المحلي في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حمد. وعزى المشاي هذه الخطوة إلى جملة أسباب أهمها عدم العدالة في توزيع الموارد بين البلديات وقلة الخدمات المقدمة إلى بلدياتهم، مشيرا إلى أن حكومة حماد على الرغم من وجودها في شرق ليبيا إلا أنها نفذت مشاريع خدمية في الغرب الليبي وهو السبب وراء انضمام هذه البلديات إليها. أشكر متابعتكم وإلى اللقاء.